مرحبا بكم، حلقة جديدة من المحقق، السلسلة العالمية ولد ليقتل. حلقة باش تهزنا للحديث على جريمة صارت في فرنسا، في العاصمة الفرنسية، في واحد من أرقى الأحياء فيها. جريمة أو جرائم باش تخلي الشرطة الفرنسية تتصور من الأول أنها تنجم تكون في مواجهة قاتل متسلسل. الجريمة اللي باش تخلينا في مواجهة شخصية تثير انتباه الكتاب، كتاب الروايات وكتاب الأفلام. هذيك علاش باش تعمل عليها رواية وفيلم بعنوان لابا. جريمة باش تحكي لنا على الجميلة الخطيرة. مرحبا بكم في حلقة جديدة من المحقق ولد ليقتل. قضيتنا لليلة تبدأ من باريس، 17 أرونديسمون في باريس، واحد من الأحياء الراقية في العاصمة الفرنسية. أسوام الكري فيه تاع الديار ولا تاع البيروات غالية برشا. واحد من متساكني هو محامي معروف، قدم لكم جيرار لو ليديي، محامي في الخمسينات من عمره، هو من متساكني 17 أرونديسمون ومن رواد واحد من المطاعم الفاخرة المعروفة في العاصمة الفرنسية، لي جاردان دو لا بويسي، ولا كما يعيطولو الكليونات متاعو لا بويسي. مطعم فاخر، مطعم يقصدوه كبار رؤوس الأموال، رجال الأعمال، محامين المعروفين، الإعلاميين المشهورين وغيرهم اللي يمشيوا لهذا المطعم. لكن مدخل لديه اليوم ما جاش، وأكثر من هكا ولده مازال كيف خرج من القراية ويكلم فيه ما تحصلش عليه. احنا في 8 ديسمبر 1984، جابرييل ولد مدخل لديه يتصل بو باش يجي يروح بيه كامل القراية، تقريبا نص نهار وشوية كيما وعدوا بوه باش يجي يروح بيه. اتصل بيه قاعد يطلب فيه من التاكسيفون من الكابين، فماش وقتها بورتابلوات ولا هم يحزنون، يطلب في بوه في الدار، ما فما حتى حد قاعد يجاوب. يا اخي طلبوا في البيرو متاعو، البيرو مش بعيد على الدار، فرد حومة تقريبا. طلب السكرتيرة، السكرتيرة قالت له راهو ماهوش في البيرو. باي مكة عندك المفتاح متاع الدار، السكرتيرة عندها مفتاح الدار. قال لها جيرار تعمل مزية، ثبت لي بابا في الدار وإلا لا، خاطر واعدني باش يجيني. السكرتيرة عندها مفتاح الدار، اما الحق ما حبتش تمشي للدار، ما حبتش تمشي للدار لي الريبوتاسيون تاع عارفها، هي تعرف مليح عاد عارفها. تو بعد نرجعوا لها، كلمت الكونسييرج نتاع العماره، قالت له بربي يا سي فلان تطلع لدار مترو لوليديه وتنقز عليه وتشوفوا لي وينه وتقول له راه ولدك حاجته بيك بصفة مستعجلة، وهذا اللي باش يعملوا سي الكونسييرج، وباش يمشي للدار للابارتمون وباش يبدا ينوقز، ولكن حتى حد ما حل الباب. واللي جلب الانتباه نتاعو انه حتى الكوريي جوابات الجرايد اللي جاتو موجوده قدام الباب. لا حياة لمن تنادي مترو لوليديه، ما فهمش هو باش يقول الكلام هذا للسكرتيرة، والسكرتيرة كي باش يعاود يتصل بها ولد الماتر باش تقول له راهو ما فهمش، راهو حتى في الدار ماهوش قاعد يجاوب وراهو جواباته قدام الباب.
جابرييل مفجوع على ابوه باش ياخو تاكسي ويمشي يجري للكابيني يمشي للسكرتير وهو ياها بيسكو عنده المفتاح يمشيو للدار ويدخلوا للشقه نتاع ماتر لوليدي. الدنيا بكلها مبعثرة، كل حاجة في بلاصة، لثاث مقلوب، دنيا داخلة بعضها، وهو يمشي ويشوف شنو اللي صاير في الدار ويمشي يجري البيت نوم بوه ويلقاه في وضعية خايبة ياسر. يلقاه مكتف، يلقاه مدمدم، يلقاه مدغور، يلقاه غارق في دم، وجهه مزلوع بطريقة أنه كان ما جاش ولد وراه ما عرفوش. ماتخ لوليديه مقتول في داره، ولده ما نجمش يتحمل اللي يشوف فيه، داخ على عين المكان. شكون عمل هذا في ماتخ لوليديه؟ الخبر بدا ينتشر حتى من وسائل الإعلام والإذاعات الوطنية الفرنسية حكيت عليه. ماتخ لوليديه معروف، والجريمة صارت في واحد من الأحياء الراقية في باريس، وبالتالي كانت تحديث الناس الكل، وبدأت الفرضيات وبدأت التساؤلات، زعما تقتل من واحد من الناس اللي غاضبين على حكم تسبب هو فيه. واحدة من القضايا اللي خدم عليها كانت النتيجة متاعها وفاته، وإلا تقتل بسبب واحدة من علاقاته، وعلاقاته زعما تكون علاقات مثلية. مش مازال كيعمل هو أجنس متاع علاقات مثلية؟ وقتها مازال لا فما ابليكاسيون، لا فما، هم يحزنون، فما ديز اجونس ويكاله عباره للعلاقات، تبعث كوريي وتبعث جواب وتكلم في التليفون، هذيك هي الوكالات اللي كانت موجوده. زعما يكون الموت نتاعو كان بسبب واحده من العلاقات هذه، هو مطلق توا عنده مده ويعيش وحده في الدار. والأمن ما زال يبحث، أو مرة يبحث في الدوسيات اللي خدم عليها، أو مرة يسأل في أصحابه على العلاقات اللي زعما تكون عنده، وتصير جريمة ثانية في نفس الحي. هذا لوغون زغاد 29 سنة باش يتلقى مقتول بنفس الطريقة في داره في بيت نومه مكتف والأثاث متاعه مبعثر والدار داخلة بعضها الكل وهو مدغور. 10 أيام برك بعد الجريمة الأولى تحصل الجريمة الثانية. 1984 باريس، باش تدخل بعضها خوفا من أنها تكون فما عمليات قتل متسلسل. شرطة العاصمة باش تتفجع من فرضية أنه فما تيرون سيري في قلب الأحياء الراقية في باريس، وتتكثف الأبحاث. حتى حد من الأول ما كان يتصور أنه فما علاقة ما بينات القضية الأولى والقضية الثانية، ولكن العلاقة باش تتأكد بمعطى. ذكرت لي جاردان دو لا بويسي، المطعم الراقي الشهير في باريس، ما ماتخ لوليديه من روادو، ولوغون زاد من روادو، الاثنين هما حرفاء لهذا المطعم. مطعم ما فيش كان رجال الأعمال وأصحاب المال، مطعم فيه الحسنوات الشابات الجميلات اللي قاعدين يحبوا يقفزوا في حياتهم، أما باستعمال جمالهم.
هذه تحب تمثل في فيلم، وهذه تحب تتعرف على مدير إنتاج، وهذه حلمتها تلتقي بمخرج، والأخرى الأمل متاعها أنها تقابل شكون من الموندو متاع الموضة. زعما فما علاقة بين المطعم ولقاءاته والجرائم؟ زعما المحامي ورجل الأعمال تقتلوا بسبب واحدة من هذه اللقاءات، ولا الحكاية مجرد صدفة؟ هذا اللي نشوفوه في الجزء الثاني من حلقتنا لليوم.